بارسا بالهجوم، يلعب لويس، خطيرة ميسي، جول! الهدف الأول، 1-0. ماذا يقول الحكم؟ كورة ملغية، كورة هدف. ماذا قال؟ قال ما فماش جول، مش ممكن على إثارة البدايات. أيوة، كورة ضاعت، كورة دخلت ما دخلتش، كورة مش تعمل بارسا بوليميكا وحديث. هدف ضاع، الهدف يسجل، يمشي زازا حطها له، الله على إثارة الدقيقة 29، 40 ثانية من النار. البارسا يقول أعطيني حقي، البارسا يقول أعطيني. هرة خطيرة، انطلاقة سريعة، لويس، أوروغواياني أرجنتيني، ديربي لابلاتا، دخلت دخلت لا بوضوح. بلاتا دخلت دخلت لا بوضوح، بلاتا دخلت دخلت لا بوضوح، هدف يلغب ويفضوح، مش ممكن مش ممكن. هدف، كرة دخلت بمحيطها وبشمالها وبجنوبها ووسطها وشرقها وغربها، قالت جول، فضيحة فضيحة تحكيمية، وغربها قالت جول، فضيحة فضيحة تحكيمية، وغربها قالت جول، فضيحة فضيحة تحكيمية. السادة السادة، المساعد شاهد ما شافش حاجة، ضغط هذه الكرة، هاي من زاوية أخرى، دخلت بين الساقين، هربت على اليدين، دخلت في الشبكة، جابها كانوا بيفو في الفوليبول أو ليبرو في الفوليبول، عمل كان فوليبول بيتش فولي، ولكن كرة جول، كرة جول، كرة جول. ميسي في كرة سرقوه، ميسي في كرة ظلموه.